بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية اختبار الذاكرة درس التقويم التجميعي السادس، هذا رقم الهاتف، من يريد الاستراتيجيات أرسلها له لوجه الله تعالى. نبدأ. نور وماجد يتقدمان. السؤال الأول: العبور بها القمرية، ممتاز. عند تنوين منزل بالفتح يا ماجد. منزلان. لا، أنا أريد تنوينا بالفتح. اختر الأولى أم الثانية أم الثالثة، هي اللي تكون صحيحة. قل لي وأنا أعملها. يا سلام، يبقى هذه هي الصحيحة، زودنا عليها ألف، صح؟ حاكم وعزام، كلمة الناس بها الشمسية. طيب، الكلمة التي بها الكلمة التي بها مكسورة، ألف مكسورة، نصلح دي بس كده أهو، ألف مكسورة تبقى إيه؟ هذه رامة. كيف عرفت أنها ألف مكسورة؟ ما عندها نقط، ممتاز. يمشي الناس الرصيف تحت بعد فوق. فوق. تفضلوا. حضر الطلاب إلا طالبا. قلنا أن الاستثناء لابد أن يكون منصوب. الكلمة التي بها اسم ممدود. البقاء. البقاء. أحسن، بارك الله فيكم. طيب، سأعيد مرة أخرى لنثبت المعلومة. تفضل يا عبد الله. العبور بها القمرية. تفضل يا أبي. تعال هنا أبي بسرعة. تقدم. عند تنوين منزل بالفتح تكون منزلا. هذه تمام. تفضل يا ماجد. كلمة الناس بها الشمسية. نور. الكلمة التي بها ألف مكسورة رامة. حاكم. يمشي الناس، انتظر، يمشي الناس الرصيف يعني يمشي الناس بعد الرصيف ولا تحت الرصيف ولا فوق الرصيف؟ فوق الرصيف. ها؟ فوق الرصيف. فوق الرصيف. قلنا هذه فوق. تعال هنا يا ابي، اجلس هنا. تفضل يا عبد الرحمن. حضر الطلاب الا طالبا. الكلمة التي بها اسم ممدود البقاء. شكرا لكم.